نشوف أصحابنا إيه الأسئلة اللي لسه عندهم عن سر الزيجة. مين تاني يحب يسأل؟ ها تفضل. أنا اسمي شادي. تفضل يا شادي. هو آدم كان بيحب حواء؟ حاضر يا شادي، سيدنا هيقول لك دلوقتي. آه طبعا كان بيحبها جدا، لأنه كان زهقان من غيرها. كان لوحده في الأول. كان لوحده. والحيوانات التانية كان ليها حد يعني. كل حيوان ليه حد شبهه، وهو ما كانش لاقي حد. هو ما كانش معاه إنسان زيه. وكمان في نفس الوقت هي متاخدة منه. زي ما قلنا قبل كده إنها قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، فكان بيحس ان هما جسد واحد، حتى لو كانوا مجرد قاعدين مع بعض بس كده يعني. بيحبها زي نفسه يعني، انا جزء منه زي ما نيفتك قلت قبل. كمان آدم قبل ما يحصل الخطية بحسد الشيطان وبغوايته، آدم كان فيه صفات حلوة جميلة كتير. يعني كان عنده روح النبوة، يعني كان بيقدر يعرف حاجات بعد ما البشر أخطأوا من أول حواء وآدم وكده. ابتدى الإنسان معرفته، فكان عنده نعمة كمان إن هو بيقدر يحب حواء وهي كمان بتحبه، ويقدر يسمع صوت ربنا ويتعامل مع ربنا في عشرة حلوة. يبقى فرحان لما يسمع صوت ربنا معدي، بابا يسوع معدي في الجنة كده الصبحية، يبقى فرحان جدا. طبعا الوضع ده اختلف بعد كده. أيوة. بعد ما غلطوا. فمن ضمن المواهب اللي كانت موجودة أو النعمة اللي كانت فيه، إنه كان هو وحواء بيحبوا بعض حب شديد قوي. الحب ده ما كانش حب شهواني، لأن كانوا مش لابسين هدوم، وهم حاسين إن هم يعني مش حاسين إن هم مش لابسين. زي الأطفال الصغيرين في بيبقى عندهم بساطة في النظرة يعني، فكانوا عندهم براءة الأطفال ومحبة بقى ما تتوصفش. تمام. مين يحب يسأل تاني أي سؤال؟ في حد؟ تفضل. إمتى ربنا أسس سر الجواز؟ حاضر يا ميرات، سيدنا هيقول لك. حاضر، تفضل. هو بعد ما خلق حواء مكتوب في الكتاب باركهما الله. فالسيد المسيح حط ايده على راس حواء وادم، او ادم وحواء، وباركهم، اداهم بركه يعني. زي ما احنا في لما بنعمل اكليل دلوقتي في الكنيسه بنحط راسهم جنب بعض كده وبنرشمهم بالصليب. فلما برشمهم الصليب على اسم الاب والابن والروح القدس، ثلاث رشومات. فكده بيبقى احنا بسلطان سر الزواج اللي هو عمل الروح القدس، بنديهم البركه ونوحدهم. وفي كلام كمان تاني بيتقال في منح البركه في سر الزواج في حلقات تانية إن شاء الله. إن شاء الله. فاللي عمل سر الزواج بداية في بداية الخليقة هو السيد المسيح بابا يسوع نفسه، لما إدى البركة لآدم وحواء. باركهم الله، مكتوب كده في التوراة. نشكرك يا سيدنا على حلقتنا النهارده.